ادلب مدينه كفر تخاريم 18/1/2012 جرائم بالشار الاسد، جرائم عصابات الاسد يقومون بتفجير السيارات وتفجير المنازل. اين الجامعه العربيه؟ اين الضمير العربي؟ اين الضمير العربي؟ الله اكبر عليك يا بشار، الله اكبر عليك يا بشار. هذا اثار التفجير الذي يقوم به عصابات الاسد. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر عليك يا بشار، الله اكبر عليك يا بشار. على مدينة كفر تخاريم، كفر تخاريم تشهد حالة قصف عنيف، قصف بالمدفعية على المنازل وعلى السيارات وعلى الشوارع. الله أكبر عليك يا بشار.